مع بداية أجازات آخر السنة بيكون في مشكلة كبيرة جدا بتواجه معظم الأهالي، وهي إن أولادهم بيقضوا معظم وقتهم في ألعاب الفيديو جيم، سواء ده بيحصل من على الموبايل أو اللابتوب أو الآيباد أو أي نوع من أي أجهزة مختلفة. المشكلة هنا إن في كتير من الناس الموضوع بيتحول معاهم من مجرد تسلية مؤقتة لحالة من الإدمان، للدرجة اللي بقينا نشوف فيها شباب وبنات بل وناس من الكبار كمان بيقضوا معظم يومهم في ألعاب الفيديو جيم. وده اللي خلانا نسأل سؤال مهم، هل ممكن يكون في إدمان للنوع ده من الألعاب؟ ولو كان في إدمان يا ترى إيه هو علاجه؟ وعشان نجاوب على الأسئلة هيكون معنا دلوقتي مداخلة مع الدكتور وائل السيد خفاجي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، إزي حضرتك؟ الحمد لله. في البداية عايز أسأل حضرتك، هل في فعلا إدمان للجيمز؟ أي فعلا في أكيد حاجة اسمه اللي هو إدمان الألعاب الإلكترونية، زي برضو فكرة الألعاب الإنترنت أو الألعاب نفسها أو إدمان الموبايلات. ده يعتبر نوع من اضطراب السلوك، ان الشخص بيبقى بيمارس او يقعد وقت طويل جدا بيعمل الحاجات دي، وطبعا ده بيأثر على حياته او بيأثر حياته بالشكل الطبيعي، وبيبتدي طبعا يبقى فيه سلوكات اخرى تبقى كلها سلوكات سلبيه. طيب هل النوع ده من الادمان ممكن يأثر ازاي على الشخص سواء الاطفال او الكبار؟ بص يا فندم، طبعا الاختلافات بتختلف من شخص لاخر، في الاخر ده يعتبر سلوك ادماني. فالسلوك الادماني بيبقى فكره ان الشخص ده بيقعد فترات طويله بيمارس حاجه معينه، ده يبتدي ياثر سلبي على حياته، بمعنى انه مثلا يبتدي ينعزل اكتر، يبتدي ما يتكلمش، يبتدي يعيش او يخلق نفسه عالم مختلف او عالم افتراضي هو عايش فيه بطريقه مختلفه. طبعا بيبقى الموضوع ده بيضغط البني ادم لانه عايش حاجه معينه، فطبعا جسمه كله بيتعامل، مثلا لو نتكلم على جيمز مثلا فيها مثلا قتل او ضربه او كده، فطبعا ده بيغير السلوكيات، بيخلي مشاعر العنف زياده عند الاطفال او البني ادمين معنى صح، المشاعر تختلف، بتحس على طول في حرب، طبعا ده بيعلي بيلخبط كيمياء المخ وكيمياء الجسم، يبتدي الشخص يبقى اكثر عصبيه، اكثر توترا، اندفاع زياده، ففي اضطرابات كتير في السلوك على هذا الشكل. طب دكتور ازاي نقدر نسيطر على الموضوع خصوصا مع الاطفال؟ دلوقتي المفروض ان احنا في استخدام الموبايلات او اللعب او الحاجات دي كلها، المفروض ان احنا في الاطفال ان بحد اقصى ساعه يوميا، لو احنا ناس كبار شويه بنوصل لغايه ساعتين في اليوم. ده طبعا تلفزيون موبايل او تابلت او لابتوب او اي حاجه من الحاجات دي كلها، يعني الالعاب زي التلفزيون يا دكتور هو كله على بعضه ساعه، اي شاشه ساعه، ساعه الاثنين بالكثير، وطبعا في المفروض متقسمين على يعني متقسمين تلت ساعه او نص ساعه بالكثير، او مش ورا بعض، مش ورا بعض، لان ده بيأثر على الجهاز العصبي بتاع المخ، بيأثر على التركيز بتاع الشخص، بيأثر على ان هو اللي هو ساعات بيأثر على العين، بيحصل جفاف في العين، ساعات بيحصل زغلله، بيحصل اعراض كتير، يعني غير اللي هي تأثير على المخ برضو على الجسم نفسه. اوكي، طيب ازاي نقدر نسيطر على الموضوع ده في نفس الوقت ما نحرمش الطفل ان هو يلعب الالعاب اللي بيحبها؟ يعني احنا دلوقتي لو احنا عندنا طفل بيقعد مثلا على السكرين او على الشاشه اكتر من ساعه في اليوم، بيقعد ساعتين ثلاثه، ايه اللي انا اقدر اعمله ان انا اقلل من غير ما احسسه ان هو بحرمه من حاجه او ان هو يبقى متعصب ان هو مش على الشاشه زي الوقت اللي في الاول؟ احنا ممكن فكره ان احنا نعمل جدول، ولازم نملى فراغ الطفل، بمعنى انا كطفل هختار اروح النادي ولا العب الموبايل، اكيد كله هيقول لك اروح العب الموبايل. لو انا هختار بلاي ستيشن هختار اي حاجه هلعب بيها. طب انا دلوقتي انا عايز احفزه لحاجات افضل، فساعات ان انا ممكن اضيف له حاجات في اليوم بتاعه تفرق معانا، زي ايه مثلا؟ قرايه، يبتدي مثلا يقرا حاجه، يحفظ حاجه، يبتدي يعمل حاجه تعليميه، ممكن اخليه يرسم، ممكن اخليه يعمل، يروح النادي، يلعب رياضه. لما يعمل الحاجات المطلوبه منه ساعتها انا بديله وبتحكم في موضوع التليفون او الموبايل او الجيمز كنوع من الثواب. او كأنا فكره انا بدعمه، انت دلوقتي لو عملت كذا فاحنا ممكن نديلك في اخر اليوم تلعب كذا. ممكن تلعب فترة الفلانيه. لما يبتدي مثلا سلوكاته تبقى مش احسن حاجه نتيجه لهذه اللعبه، ابتدي اقول له لا انت اللعبه دي خلتك مثلا عصب، خلتك كذا، فاحنا نبتدي هنقلل الوقت شويه. فكره ان احنا كاستخدامها للطبيعي دي نقطه مهمه جدا. زائد ان انا ما ينفعش انا كاهل بلعب على الموبايل او ماسكه الموبايل بالثلاث اربع خمس ساعات وهو شايفني ان انا بحرمه. ابتدى يقول لك اشمعنى انت بتعمل كده؟ فالسلوك ده لازم فاهمين ان احنا السلوك ده لينا احنا وهم. فكره ان انا كطفل هو بيتعود ان هو بيقلد الكبار. هما بيعملوا ايه؟ هو بالنسبه له المثل الاعلى اللي هو يطمح ليه. نقدر نقول مثلا نعلم الاطفال او نقول لهم يا جماعه الجيم اللعب ما بتخلصش، كل شويه ما بنلعبش، طب ما احنا كبار اهو بنلعب. يعني كون انا كبير بلعب معناها ان اللعب عمرها ما هتخلص. فما تقلقش احنا مش بناخد مش بقى منك الوقت.
اعمل اللي عليك ونعمل. ممكن نكافئه في ايام زي مثلا احنا داخلين على عيد، داخلين على حاجه، ممكن ندي وقت زياده شويه. ممكن نغير، خلي بالك حضرتك نوع اللعب بيختلف، ان يعني في لعب بتبقى بتخلي الطفل عصبي يتخانق ويقعد، لا دي لعب ما ينفعش يلعبها، ما يلعبهاش اصلا ولا حتى في الساعه دي يا دكتور، ولا في الساعه دي، لان في الاخر ده لسه طفل بيتكون، انت ما عرفش الصح والغلط. هو دلوقتي انا بكون مشاعر، فكره ان انا اشوف حد بيموت عادي بالنسبه لي دي مشاعر طبيعيه، ان هو عادي دي لعبه، ده ممكن في الحياه الطبيعيه انفذها. فطبعا دي مشكله كبيره، فكره ان انا عارف امتى اتحكم في حاجه زي كده. طبعا حاجات لو احنا بتاع جيمز، طبعا كل موضوع السوشيال ميديا والحاجات دي كلها بتاثر على افكار الاطفال، ممكن تدخل افكار مش صحيحه، ممكن تدخل حاجات مش صحيه. فكره ان انا ببقى براقب ومعاهم دي حاجه مهمه جدا، حتى لو انا هوصل لمرحله ان هلعب مع الاطفال كنوع من المشاركه ونوع من المتابعه، دي حاجه مهمه جدا عشان خاطر برضو يلاقوني هادي، يلاقوا ان انا برضو سلوكي في اللعب دي طبيعي مش مختلف، عشان خاطر برضو انا بحسن سلوك معين للاطفال. طيب دكتور، هل في نوع من الالعاب المفروض الاطفال يبعدوا عنها خالص غير الالعاب العنيفه اللي حضرتك اتكلمت عنها؟ بالظبط، هي طبعا اللعب العنف دي كلها بالنسبه لنا مشكله كبيره جدا، لكن في لعب كتيره زي اشهر حاجات زي الكوره مثلا، الحاجات دي في حاجات ليها علاقه بالذاكره، في حاجات فيها بازل، في حاجات كده، او يعني دي كلها حاجات بالنسبه لنا ممكن تتعمل، مفيش اي مشكله خالص. ساعات في لعب ليها علاقه بالتركيز، في حاجات يعني حاجات بسيطه، حاجات ليها بالارقام، دي بتبقى دي العاب مفيده، مفيده شويه نوعا ما، مش بتاثر على المخ، مش بتشد الجسم، مش بتشد ما بيخليش الحد ان هو يقعد على طول يفكر، لان يعني الطفل يقعد بيحلم باللعبه، هو يعني بيحلم وبيلعب ازاي وبيصحى يكمل، فبيبقى منفصل ومنعزل تماما عن الحقيقه. طيب واللعب العنيفه زي ما حضرتك قلت نبعد عنها، في نوع تاني من اللعب المفروض الاطفال ما يلعبوهاش؟ حاجه مثلا بتاثر على انها الذاكره تخليها تضعف او اي حاجه؟ هو فكره ان انا بستخدم جهاز على طول ذكي او تليفون او حاجه فترات طويله، ده هياثر على التركيز. يعني احنا ممكن نقول ايه، المخ بتاعنا هنعتبره ان هو زي طبق او زي ازازه او حاجه بنملاها حاجات، فطول ما هي مليانه حاجات منطقيه بتملي علم بتملي كذا، فتمام ساعات ما بيبقاش فيه وقت لحاجه اخرى، ودي بتبقى مشكله بالنسبه لنا. دكتور وائل السعيد خفاجي، استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان، بشكر حضرتك على المداخله. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، ربنا يخليك.